مو أقول لها، وإذا ما رضت وإذا بكت كيف سكتها؟ كنت بكيني معها، كيف أقول لها؟ قولي لي مو أسوي، أنا حيران. كنت أتمنى اليوم أبوي يفاتحني في الموضوع وأصرخ وأقول لا لا أنا ما موافقة، حتى أسكت ونزل رأسي الأرض ويفسرها أبوي على أني راضية. كان ممكن أقول أي شيء أي شيء، لكنه ما تكلم ولا حتى رفع عينه يشوف. اليوم بس عرفت أن أبوي كبر. حتى أبوي تغير، البارحة بعد ما رجع من عندكم كان يول مثل الأسد المطعوم، واليوم كان أقسى من إنه يكون أبوي اللي أعرفه. أخاف لا يتأخر المطار ويزفوني لأبو حمود عروسة، ما أعرف كيف رجولي بتحملني ولا قلبي كيف بيتحمل أنيني. كنت أنا بكون مكانش. وكأني شو موافقة، أخاف على أبوي من العذاب. هو ما بيقول شيء، بيسكت، بيخلي الآلام تنخر في داخله، ولا حتى بيسمح لقطرة دمع واحدة تبل الخط. يمكن يموت قبل على يفاتحني، أنا عارفه، لكني أنا اللي بتكلم. لمتى بننتظر المطر؟ وهما ما جايوا، كأنهم ما يريدوا يجيوا إلا لما يحل الظلام. ليش ما تروحي عند عمي علي؟ يمكن يكون عنده شيء، يمكن يعرف شيء. عم علي، عم علي قافل على نفسه، أحس إنه خيفان. عم علي خيفان، لكن أنا دائما أشوفه يبتسم. تتذكري أول ما قال حارة؟ أتذكر كان يلف على البيوت يفرق على البنات بناجري من كل الألوان، وعلى الأولاد كتب ودفاتر وأقلام. وبعدها قفل على نفسه باب بيته، ولما سألوه قال النور يبقى في الخارج والظلام في الداخل. مثل الظلام اللي في داخلي. لو سمحتي. نعم. صديقي من جرح، ممكن حد يشوفه؟ بالتأكيد، خليه يدخل وانت روح جيب الكرت. تفضل. من هين؟ من هذا الجانب. طيب شكرا. العفو. سعد دخل داخل لحد ما يجيب الكرت. الله يخلي سعدين داخل ما طيعين عنكم، ولدي بيموت سعدون الله يخليكم. قلنا لك يا حرمة انت جايبتين مكان غلط، هذا مكان الحوادث ما مكان طوارئ الأطفال، أرجوش تفهمي. زين يا أختي أنا ما أعرف، أنا حرمة غريبة، وين أقبل وجهي؟ أنا سيد ما عندي حد، الله يخليكم ساعدوني. الله يخليه يساعديني، يمكن أنتي أم وأنتي صغيرين، تعرفي قيمة الظلام، ولدي بيموت، ساعديني، ولدي بيموت. أنا ما أقدر أسوي لك شيء. شوفي لك سيارة توصلك السلطاني. يا الله. هناك عندهم قسم طوارئ الأطفال. مساء الخير فعلا. أنت تعرفني؟ لا. لا أنا سمعت اسمك منهم. منهم؟ ما حد راضي منهم يساعدني. أنا بوصلك المستشفى. عندي سيارة. لو سمحت انتظري وراح يجيب السيارة عند الباب. كني أعرفك. ها؟ يمكن. يمكن. بعذرك يا سعد. باري. أنا باخذ تاكسي وبروح البيت على طول.
قرية مثل كل القرى، مكان مثل كل الأماكن، حتى الوجوه هي هي. كانت قريبة، كانت في داخلي وأنا هناك. ليش أحس إنها بعيدة وأنا فيها؟ أحس بالغربة وكأنها غربة عن ذاتي. أتذكر كل البيوت، هذا بيت الشيخ سعيد بن محمد، وهذا بيت العم منصور، وهذه الدريشة كانت تطل منها أجمل بنات قريتنا بدري. وكنا صغار، لكن جمالها كان أكبر من سؤال البراءة في داخلنا. كل واحد منا خطبها لنفسه، كانت مثل القمر، كذا كنا نشبهها. القمر هنا كنا نشوفه كل يوم يطل من الدريشة أو يكون في السماء. يا كم صار لي من مدة ما شفت فيها القمر هنا، كأنه ما موجود أو حد خباه. هناك قدروا يخبوا حتى القمر، لكن هنا للجميع وخصوصا للصغار. وهذا بيت خالي، أكيد أكيد نساني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. هذا بيت الحاج عبد الله بن محمد؟ هي نعم. زين، هو موجود؟ من اقول له؟ قل له سالم، سالم ولد اختك يبغى يشوفك ان شاء الله. قالوا لي غريب جاي البلاد، قلت يمكن هو، لكنك أصغر والإنسان ما يصغر، ما شفته ما سمعت عنه. هو يشبهك لكنك ما هو، أنت أفرح منه. هو كان أحزن لكنه ما كان يبكي، كان بيقول بيبكي لما يحصله. من هو؟ اللي ما حصله. أنا أصلي من هنا. هو من كل الأماكن، وله في كل مكان علامة. علامة؟ أي علامة؟ سالم، أنت سالم؟ هي نعم يا خالي، أنا سالم. سامحني يا ولدي ما عرفتك، كبرت وصرت رجال، بس ريحة الغالية بعدها فيك. أمك. أنت سالم ولد زيانة؟ كيف حال أمك يا سالم؟ أمي ماتت من سنين، قتلتها الغربة. في بعض الأحيان الغربة لها صورة الموت. اسألني أنا، كان مثل الصقر المجروح يدور في عشاش الغربان. لا الغربان رحمته ولا حتى الجرح. قلت له أداوي جرحك، قال بداوي الهوى وغبار الطريق. أنت يا حرمة ما تقولي عن كلامك هذا، يلا مشي سيري من هنا. أنا سايرة، ومن يحرس الحرز لبقيت أنا هنا. خليني نفعش وآها أشوف عند البيت. الحرز كيف حالك يا ولدي يا سالم؟ بخير يا خالي، بخير الحمد لله. خالي، من هذا العجوز وعن إيش كانت تتكلم؟ انسى اللي قالته، لأنها كل يوم تقول مثله أو غيره وما حد يعرف له متقصد. خير إن شاء الله يا ولدي، من زمان ما شفناك، كأنك ناسنا. لا أبدا، بس أنت دائما في بالي، لكن تعرف مشاغل. لكن ليش أكذب عليك؟ أنا بالفعل يا خالي حاولت أني أنسى هذا المكان، لأن كل شيء فيه ذكرني بأمي. كلامك صحيح يا ولدي، وإحنا أيضا نكبر أنفسنا عساس ننسى كل الأشياء اللي حبيناها، لأننا ما نتحمل فراقها.
خالي، خالي أنا بغيتك في سالفة. بعدين يا ولدي بعدين، ولا أقول لك خلي نتمشى وفي الطريقة نتكلم. خذ يا ولدي هذه الشنطة ودخلها داخل وخبر أمك ذهب الغداء. هي لكن أنا اليوم برجع إن شاء الله. بعد الغداء يا ولدي، بعد الغداء. ما قالوا لك ما في تحت؟ سمعت مقول كلام ما فهمته. خذوا دمه لكن لا تحرك ولا تكلم. لا يكون النفي. من متى هو على هذا الحال؟ ما كان عندي طعمة بعد موت أبوه إلا الشقاء، وأنا أبوه طردوني من بيتهم وما استطعت حد ولا ترقيت حتى أبوي، وما أوتني إلا الخرابة وما شبعه إلا صياحة وما سترني إلا الخوف. أنا بسير برجع لكم باكر إن شاء الله. زاهر متعافي ما في إلا الخير، أبغاك تطمني هو هني في أيدي أمينة. أحسنت يا أخوي والله لولاك، لأن يعني اليوم ما عرفت نهجنا. جزاك الله ألف خير عني وعن والدي، والله يخليك لحيانك. ما لا يا زهر. ما لا يا أحمد. أحمد ما ناوي تتأهل يا ولدي يا سالم وتتزوج وتجي تعيش معنا هنا؟ أنا مالي شي هنا يا خالي. أرضك أرض أمك من لها غيرك؟ أنا تعبت ومثل ما أنت شايف يلا حسن الختام. هي لك يا خالي، ما حد أولابها غيرك بعد الوالدة. وباكل لما يحق الحق وألقى وجهه الكريم. هي الوالدة. ولدي بعده صغير والأرض كبيرة وما يعرف يقدرها. هو أولابها يا خالي. أنا تربيت هناك وعشت هناك وصارت غريبة عني، ولو إن فيها ريحة ما ممكن أنساها أبدا. وهناك أرض أبوك اللي كانت لأبوك قبل أن لا يسافر. خالي أنا سألتك ونحن ماشيين عن أبوي. باعها قبل أن يسافر ونصحناه قلنا له أرضك أرضك، رد علينا وهو يضحك كيف تكون عرضي؟ أبوي اشتراها وورثني، كيف تكون عرضي وأنا أقدر أبيعها في أي وقت؟ ما فهم كلامنا، خذوا من الظاهر. لا تسوي مثله يا ولدي يا سالم. أنا ما بسوي مثله، أنا بعطي الأرض للي يستحقها، الأرض للي يرعاها يا خالي. لكنك ما جاوبتني، أنا سألتك عن أبوي. أنا جاوبتك يا ولدي. زين هو حي ولا انه مات؟ يا ريت اعرفه واخبرك، يا ريت اقدر اخبرك حتى اسكت الحيره اللي في عينك. سمعت انه مات وسمعت انه حي لكني ما شهدت لا هذا ولا هذا، انا مثل الغير يا ولدي. زين خالي ما حصل عندكم صوره حاله اي شيء يذكرني به؟ لا يا ولدي، هذيك الايام ما كان شيء فيها صور، كان الإنسان ينعرف بالصورة اللي يتركها في قلوب الناس. وأبوك كان يملك الفرح بيمينه وكان يفرقه على الناس وإيده الثانية ورا ظهره. وفي يوم من الأيام سألوه قال هذا لكم وهذا لي. ولما جاي سافر فرد يدينه بهنتينه، عرفنا أنه ما يرجع، وكان يعطي الناس اللي لهم واللي له. ما رجع. يقولوا أنه رجع لكنه ما طرق بابي، ويقولوا أنه شافوه لكنه خيال يركب ظهر الليل ويتضوى بالقمر. يعني هو
هو؟ خالد أبغاك تجي معي، يمكن تعرفه. أبوك مات يا سالم، مات في زنجبار. اللي جايوا من هناك خبرونا، وإحنا جلسنا في عزاء 3 أيام، رحمنا عليه وقرينا على روح الفاتحة. جايني الحين أشوفه وأعرفه. أنا ما أتذكر من وجهه إلا القليل، اختلط بكل الوجوه اللي فقدناها. خلا يا ولدي، خلا البيت، هناك خالتك تحرسك، إحنا تأخرنا عليها. قوم. وليش ما يكون هو يا خالي؟ ايش هذا؟ مسدس؟ لا مزمار. ايش يا ابو ناصر تمزح؟ ما ادري عنه، اكيد مسدس. طيب ايش اسوي به؟ العبه. العبه هي لعبه، بس المفروض انك تتقنها. كلهم يلعبوا، ليش انت لا؟ المفروض تكون انت اقواهم. أقوى من منهم، من نفسك، مني أنا. أنا ما أريد أكون أقوى من حد. حتى إذا كانوا أقوى منك؟ من هم؟ خبرني من هم. كل واحد يملك سرك. أنا حتى هذه ما فهمتها. في يوم من الأيام انثار في داخلك سؤال، سألتني إذا كنت أنا وأبوك بالفعل ولا لا. إيش اللي خلاك تقول هذا الكلام؟ ايش اللي خلاك تسأل وتتساءل وتحتار؟ الغربة؟ التعب؟ الملل؟ يمكن حبي لك يا ابو ناصر. حتى الحب اقوى منك، وكل الأسئلة اقوى منه. ولو ما كانت كذاك كنا ما سألناه. سؤال الحب جوابه عندي، هني في عقلي وهني في قلبي. وإذا كان عقلك مملوك للحيرة وقلبك للحب مستحيل، من بيرحمك من هذا وذاك؟ تقدر تقول لي؟ أكيد ما هذا اللي في يدك. وأنا ما قلت إن هذا هو، لكن القدرة عليه، قدرتك على الفعل، مسكتك لهذا المسدس بقوة الرجال هي الدليل. أنا ما طلبت منك إنك تستعمله، حتى الزمن ما هو زمن. لو كان الوقت وقته كان ما بيكون فاضي.
ما دام كذاك هذا انا باخذه منك. صوب علي. ضعفك وراك، حيرتك وراك، صوب قوتك عليها، اقتلها اقتلها، وراك وراك. يضعفني وانت ما تبغى اكون لا هذا ولا هذا. يا ابوي انا محتاج للاثنين، محتاج للحيره للحب. هناك في حيره وفي حب، ومكانك هذا ما يقدر يعطيني غير اللي قاصد تعطيني اياه. القوه، انت محتاج للقوه، محتاج للقدره. الحيره قوتي والحب قدرتي، هم بداية الحلم، والحلم بالنسبة لك هو الموت. الحلم اختياري، ما كأني ربيت، ما كأني تعبت. أنا وإيمان بنتزوج الليلة. لا لا، إلا هذا إلا هذا. من هناك أنا مستعد أروح معاك. بتقولي بعدك ما سويت، كيف يستوي الرجال؟ كيف أكون غيرهم ولا منهم؟ بتقولي ما جي الوقت، كيف بيجي الوقت والأوقات هي هي؟ أنا مستعد أروح معاك لهناك، المكان أنا ما شفت إلا في عيونك، ما سمعت عني إلا على لسانك. قلت بغنى أعيش هناك وما قلت لي ليش. قلت بغنى أتزوج من هناك وما قلت لي ليش. سألت نفسي إيش اللي يفرق مكان عن مكان، إيش اللي يميز بنات عن بنات. هنا مكان أنا شفته، وهنا بنت أنا حبيتها. الوقت قرب قرب أكثر مما تتصور.
يمكن يكون تو ويمكن يكون اللي بالكثير. أنا بجي معك. يعني معي إيمان ومعي حار. أنت ما تفهم، ما تفهم، حبك هناك غريب ومزمارك مكسور. هناك يكفي أنك تكون معي، معي وبس يا ناصر. لكن اختياري، اختياري، والمكان هناك اختيارك، اختيارك بس. أنا سالم. بتصير اثنين انت وسالم. انا ما بعطيك فرصة تدور علي، لاني بكون قريب منك حتى لو ما شفتك. في مال لا يا ابو ناصر، في مال لا. ولدك سميه حمد، حمد سميه يا ناصر، حمد. من متى أنت هنا؟ قبل شوي. تصور، تصور أنها نادتني باسمي لأنها تتذكرك، أو لأنها ما سامحتني لحد الحين. الإنسان يتذكر اسم الإنسان اللي يهتم به، وأكيد أكيد اهتمام بي محصور في اتهامها لي. أنت تضخم الأمور، كلنا صرنا نضخم الأمور. لا لا، هو مو خيانة مثل ما أنت تقول. كل الناس هنا كذا ونحن جزء منهم. صدقني، صدقني يا فضل، يكون خيال. حتى سعدة؟ ها؟ حتى سعدة. أتمنى باكر أسير المستشفى ما حصل هناك، تكون أصلا ما جت من البلاد. وبيبدأ خيالك ياخذك للبلاد لما ينتهي هذا، وتكون سعدة أصلاً ما موجودة ولا شفتها في يوم من الأيام. حتى الخيال صار جزء من حالة تضخيم الأمور. لكن باكر بيجي وأسير المستشفى وبحصل هناك مع ابنها مسكين مصاب بفقر دم شديد. ما بتخلى عن هذه المرة. وأهل، أهل زوجها؟ زوجها مات وأهلها طردوها بالبيت هي ولدها، وأبوها كأنه ما موجود. يعني ما بقيت إلا أنا وحدي بس، أنا الوحيد اللي بقيت لها. أنت؟ ومن أعطاك الحق؟ هو حق لهم ما إلي أنا. وسالفة أبو ناصر أو أبو سالم تتركها على صوب في الوقت الحاضر. قصدك صاحب البيت اللي بنستاجره؟ لا، أعتقد أن هذا مجرد تشابه أسماء. عموما الليلة سالم بيرجع من البلاد وبيكون عنده الخبر اليقين.
لحظة أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا موسى. تفضل. أظن باقي يومين عن نهاية الشهر والإيجار بيوصلك كالعادة. يا أخوي يا أحمد يعني الحر هنا شديد ويعني ما بتدخلني؟ إذا السالفة ما سالفة إيجار. يعني هذا وما هذا. يعني تقدر تقول إيجار وما إيجار. إي نعم. أشوفك صارت كل الغاز يا موسى. ما حيدك أكثر من دلال. ماي ما حصل عندكم ماي؟ أنا بصراحة يا أخوي اليوم نسيت أكل أبلع حبوبي يعني نسيت أكل أبلع لأن صراحة المشاكل عندي زادت وحتى الأراضي غريب والشرايين بعد كثروا ما شوفت. تفضل. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت. هلا وعافية. الله يدعيك. الحين عاد ممكن أتكلم بس شوية يعني أبادس. تفضل اجلس. أحسنت. طيب هذا أنت جلست. أبغى منك دقيقة بس. ما أظن أنك قاعد تستلم الإيجار. تصدق يا أخوي لحد الحين بس أنتوا الوحيدين اللي جالسين تدفع الإيجار شهري يعني شهر بشهر مع أنه كل الناس جالسة تدفع سنوي. أها وأنت الحين عاد طال عمرك يعني جاي هنا علشان ما حد يكون أحسن من حد. لا والله ما أنا صاحب الملك هو اللي جاي عندي اليوم وطلب هذا واللي عاد أو نطلع من الشقة. أظن أنك تعرف أن إحنا موظفين صغار وتعرف أن ما نقبض رواتبنا سنة بسنة. كان زين والله يدفع الرواتب سنة بسنة كنا ارتحنا. وإذا قلنا لك ما نقدر. والله يا أخوي عادي إذا ما تقدروا تشوفوا لكم مكان ثاني. على فكرة ترى هذا ما قولي أنا هو اللي اليوم قاني المكتب حتى ما دخل عندي. أنا خرجت لحين عنده وما خلاني أركب في السيارة البر مجرد إني حتى وجهه ما شفته بس طلع لي يديه وأشار علي. إي نعم وهو اللي طلب منك تجي عندنا وتضغط علينا. أنا وبعدني أضغط عليكم ومن قال يا أخوي أضغط عليكم بس الرجال عنده حق وهذه أملاكه من حقه يحرقها. لكن تصدق يا أحمد يا أخوي تعمو قلت لاني قلنا بس يعني نرفع ليقا. هذا خس وألعن وبعد ما رضى قال لي نرفع الإيجار ويكون الإيجار سنوي الاثنين. هذه مسقط يا أخوي انت عارف انها زين كل حاجة فيها أصبحت غالية وكل شيء صار نار حتى قونية الإسمنت الحين تعرف كم سعرها؟ ايش اسمه؟ من وبا صاحب الشقة ايش اسمه؟ اسمه يا أخوي ما راح نفعل الحين. أروح له أقول له ما نقدر أفهم وضعنا يمكن يفهم. يا أخوي اسمحني ما أقدر أقول لك اسمه لأن أنا بصراحة مجرد وسيط. إيه بس هذا ترى ما سر إحنا ممكن نعرفه من حد غيرك. ما أظن صدقني ما أظن حتى عقد الإيجار هذا أنا بوقاينكم علشانه ما مكتوب فيه اسم البر. هو أعطانا توكيل يعني المكتب. العقد من اليوم راح يكون بينكم وبين المكتب بس. خلي العقد خلي كله بنفكر. يومين بس معكم يومين تفكروا فيهن على راحتكم وأظني مقر مكتب انتوا عارفينه هين. هذا قلت له ان هذا ما يوافقه ما اي قدره قال لي عوين لهذا جزء من الخطة واللعبة لازم تكتمل. أي خطة أي لعبة ما قال لي
مجرد حلقة في سلسلة تلف علينا شوي شوي. الحر؟ لا ما في داعي لك، انا بجي وحدي. اسمع يا ولدي، وصل سالم الين ستيشن بوتكاسي. ولدي سالم تحتاج شيء؟ احسنت خالي، يلا في امان الله. في امان الله، مع السلامه. مع السلامه. أحمد، تعرف هذيك العجوز اللي قاعد عند البيت الصبح؟ كيف؟ لكن هي ما من قاعد قبل شهر. كيف ما منها وهي تعرف اسم أمي؟ هي تعرف اسم كل واحد وخاصة الشياب. زين، هنا حصلها توم. تلقاها في الوادي، هناك مكانها من يوم ما قعدت. تقدر توصلني عندها يا أحمد؟ أقدر، بس من بعيد. زين، يلا. الصبح كنت تقولي كلام وكأنه كان رد على الأسئلة اللي جابتني هنا، لكن زاد حيرتي. دائما الحيرة تكبر مع الجواب الناقص. جيت حتى تكمليه، من هو ومن اللي ما لقاه؟ والحرز هذا من اللي علق على هذه الشجرة؟ ومتى؟ كلها أسئلة يمكن ما لي جوابها دخل فيه، لكن الشيء الوحيد اللي ممكن يسكت الصراخ في داخلي، أنا جيت هنا حتى أفتح الحرز وأقرأ اللي فيه، لكني عرفت إن له حارس أنت. قالوا لي إن شجيت هنا من شهر بس، يعني في نفس الوقت اللي بدأ يظهر لنا فيه أبو سالم ويطارد من مكان لمكان من غير ما يقول مو يبغى. ودي ساكتة ساكتة حتى ما تشوف علي. سكوتش له وحشة هذا المكان، وأنا ما أفهم معاني السكوت. يمكن لو فتحت الحرز بتنطق الحروف اللي فيه. هذا اللي تبغي تقوليه؟